أهل المدارس هو مجموعة من المعارض زي ما حضراتكم أكيد عارفين بتجوب محافظات جمهورية مصر العربية. إيه الهدف؟ إن إحنا نقدر نوفر الأدوات المدرسية اللي في زمن جديد غريب بقى اسمها السبلايز، مش عارف ليه ما اسمهاش الادوات المدرسيه، يبقى في المقلمه ويبقى في الكراريس ويبقى في شنطه المدرسه ويبقى في علبه الهندسه، كل المسميات الجميله اللي احنا كبرنا عليها دي. في معرض من المعارض اسمه معرض فيصل، وده واحد من 5 معارض موجودين بالفعل في محافظه الجيزه. تم اختيار الموقع الحقيقه بذكاء علشان نقدر نقدم الخدمه لاكبر شريحه ممكنه من المواطنين، اهالينا يعني. نشوف التقرير ونروح لفاصل ونرجع نكمل الكلام. الأهالي طبعا مع ارتفاع الأسعار بتضطر طبعا، المعرض ده بيخفف من وطأة الأسعار شوية إلى حد ما ماشي، عن طبعا المكتبات التانية اللي هي بره، وفي نفس الوقت معاملة المكتبات هنا في قمة الاحترام، والمعرض جميل بصراحه بجد. ما كنتش متخيله ان الحاجات تبقى السعر ده، وفعلا اسعارهم حلوه قوي وعاملين خصومات حلوه بجد. يعني مثلا الاقلام هنا رخيصه، قلم ب2 جنيه وهنا بره ب3 وب4 وب7.5 وارقام كده غريبه. مقارنه باسعار المعرض والاسعار اللي بره فهي ممتازه جدا، وان الحاجه نازله تحت النص كمان، والمعرض ده يعني ما بيتفتحش على طول، او هو بيتفتح كل سنه مره، فهي بجد يعني حاجه جامده قوي. لا هو المعرض حلو بجد، يعني مش عشان بنصور في التلفزيون، احنا كل سنه بنيجي بناخد لبس المدرسه، كل واحد على قد فلوسه، يعني في اسعار عاليه وفي اسعار كويسه. انا بالنسبه لي باخد نفس الخامه دي كل سنه كويسه بالنسبه للعيال. تخفيضات قويه جدا في المعرض، وبجد المعرض محترم جدا ومعمول باجمل صوره بصراحه يعني. طبعا العروض بقى احنا عاملين عروض جامده جدا، يعني عندنا كشكول السلك بيبدا من 15 جنيه الى 35 جنيه كشكول السلك. القلم الرصاص المصري ب 20 جنيه الدستة، الزمزميه المصري تصنيع مصر 15 وب 20 جنيه. بصراحه هنا الاسعار يعني منخفضه جدا عن معرض السنه اللي فاتت، في تخفيضات كبيره جدا. يعني انا عن نفسي مثلا عندي محلات بره ببيع فيها ازيد من هنا بكتير، يمكن الضعف، بس احنا هنا بنحاول برضه نساعد المواطنين ونساعد الناس، لان الدنيا برضه صعبه على الكل. يعني هنا الاقبال عالي جدا، لان اسعار المعرض طبعا منخفضه جدا عن بره، السعر طبعا بيبقى مختلف عن المكان بره، حتى احنا عندنا البراند محلات بره السعر هنا مختلف تماما. تخفيضات طبعا عشان ايه جميع الناس برضه تبقى ايه متوافقه مع كله، فالاسعار هنا في المعرض سواء احنا او غيرنا الاسعار هنا كويسه جدا. والله هو لا تنظيم كويس جدا، الاقبال زي ما انت شايف طبعا، يعني الصوره اكبر دليل في اقبال كويس قوي، لان في خصومات فعلا بجد حقيقيه، وفي فرق كبير بين هنا وبين بره في كل حاجه. اولا اللي اول مره نعرض فحبينا ان احنا نعمل دعايه للمصنع بتاعنا ونعرف الناس بمنتجنا، وغير كده كمان عشان ان الاسعار فعلا بره غاليه جدا، فاحنا هنا بنبيع بسعر المصنع.